السلام عليكم. في هذا الفيديو الموعد والتوقيت قنوات ناقلة لمباراة فريق النصر السعودي ضد فريق العين الإماراتي. إذا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. مباراة قوية منتظرة مساء اليوم بين النصر والعين في إياب دوري أبطال آسيا. إذا كريستيانو رونالدو ضد اللاعب المغربي الذي يلعب في العين الإماراتي سفيان رحيمي. يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بإصابة واحدة لصفر من توقيع اللاعب سفيان رحيمي لفائدة فريق العين الإماراتي. موعد مباراة النصر ضد العين، مباراة تجرى اليوم الاثنين على ملعب الأول مبارك. المباراة تنطلق في تمام الساعة 7 بالتوقيت المغربي والتاسعة بالتوقيت السعودي. ومن المنتظر إن شاء الله أن نقل مباراة على قنوات بيين سبورت. مباراة قوية منتظرة بين النصر السعودي والعين الإماراتي في إياب دوري أبطال آسيا. تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير وإلى اللقاء.